السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعي القناة، أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنتكلم عن تجربة شراء جديدة من موقع سوق.com. في الفيديو الأخير كنت شرحت لحضراتكم إزاي بنعمل أوردر بالتقسيط بدون فوائد باستخدام كريدت كارد بنك مصر، واشتريت من خلال الفيديو دوت الموبايل اللي بين ايدينا النهاردة، هو شاومي نوت 8. الموبايل وصل لصديقي في القاهرة بعد يومين، وفي الحقيقة ان تم التوصيل بعد ميعاد العمل الرسمي اللي بيكون متواجد فيه الصديق اللي هيستلم الموبايل. فالمندوب لما اتصل بيه لقاه مش موجود في مكان الشغل، فقال له ان هو بيكون موجود في مواعيد العمل اللي هي مثلا من 8 ل 4 مساء، وتاني يوم تم التوصيل المنتج في فترة العمل الرسمية. زي ما احنا شايفين دوت التغليف في اكياس موقع سوق.com. يبقى المنتج وصل بعد يومين بالضبط من تاريخ عمل الاوردر. احنا هنفتح مع بعض الاوردر. زي ما انتم شايفين ده هو التغليف بتاع موقع سوق، طبعا حاطينه في كرتون عشان خاطر يكون مقاوم للصدمات. ادي الكرتون، ودي هنا علبة الموبايل شاومي ريدمي نوت 8. بشكر طبعا صديقي اللي جاب لي الموبايل. وهنا ظهر بيانات الموبايل ريدمي نوت 8 نبتون بلو اللي هو اللون الازرق، 3 جيجا بايت رام، وسعة التخزين 32 جيجا بايت. هنفتح مع بعض الموبايل. دي طبعا شهادة ضمان الوكيل المحلي في مصر، والموبايل بيجي بضمان لمدة سنة، والشاشة بيكون عليها ضمان لمدة سنة وست شهور كتأمين إضافي للشاشة بتاعة الموبايل. هنا في كرتونة الأولانية أو مجموعة الحاجات دي هنا موجود فيها كتيبات التشغيل، وهنا موجود الجراب اللي بيجي مع الموبايل. طبعا شاومي اتعلمت من خطأها في موبايلات النوت 7، والجراب اللي كان بيجي مع العلبة كان بيكون ظاهر فيه بروز الكاميرا. هنا هنلاقي في الجراب الجديد أصبح فيه حواف حوالين الكاميرات عشان تحميها من الخدش. هنا دوت الموبايل ريدمي نوت 8 بيجي طبعا بأربع كاميرات بدقة 48 ميجا بكسل، والشاشة مساحتها 6.3 بوصة، وبطارية 4000 ملي أمبير، ومعالج كوالكوم سناب دراجون 665. وهنا دوت مظهر التليفون من الخلف. الموبايل طبعا بيكون ممكن تحط فيه خطين نانو اس اي ام، او تضيف بدال تستغنى عن شريحة وتحط مايكرو اس دي. ده شكل الموبايل من الخلف. طبعا واجهة من الزجاج محمي بزجاج كورنينج غوريلا بلاس 5، ومن خلف برضو محمي بطبقة كورنينج غوريلا بلاس 5. زي ما احنا شايفين هنا بروز الكاميرات، والواجهة من الامام فيها اطار لونه ازرق كده بيزين الشاشة بتاعت الموبايل. هنا هختار اللغة، اختار الدولة. ده شكل الموبايل بعد ما ركبت الجراب، اصبحت الكاميرات محمية تماما من الخدش. بالمناسبة لما جيت طلعت درج الخطوط لقيت ان الموبايل بيسمح بتركيب خطين وكارت ذاكرة خارجي، يعني على عكس النوت 7 هناك كان مسموح فقط يا اما 2 خط او خط وكارت ميموري خارجي. فديت ميزة اضافية ادهالنا موبايل ريدمي نوت 8. وهنا باقي الملحقات اللي موجودة في كرتونة الموبايل، الشاحن. وطبعا الموبايل بيدعم الشحن السريع، لكن في اعتقادي الشاحن دوت من ريدمي ما بيدعمش الشحن السريع، طبعا زي ما اتكلمت برضو في موبايل
الموبايلي الثابت ان يعيب شاومي انها بتوفر الشحن السريع في موبايلاتها لكن الشواحن الخاصة بيها لا تدعم الشحن السريع. ده كان فيديو النهاردة عن تجربة شراء جديدة من موقع سوق دوت كوم وشراء موبايل ريدمي نوت 8. هسيب لحضراتكم روابط الشراء في وصف الفيديو، وكمان هتلاقوا في الاي اللي هتظهر فوق شريط لكيفية الشراء من موقع سوق دوت كوم. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.